متزوجة من 7 سنين وأنا تعودت على الكلمة هذه، ولكن طلقني، لكن أنا بعدني أحبه. شو أسوي؟ والله إنك أصيلة، والله إنك أصيلة. أنت عندك تعلق ولك حق هذا ريلك، بس عندك أيضا يعني الاستحقاق عندك منخفض، وإن شاء الله يعلى، بيعلى، لأنك أنت ياسة تسألين. دوم ما أشوف الناس اللي تسأل محتارة في أمرها، هذا ذكاء عاطفي بحت، فهم الذات، محاولة فهم الذات ومحاولة السيطرة على الذات. فأنت استحقاقك عالي في منخفض في نقطتين. النقطة الأولى وهذه ما تقدرني عليها، لأن كل ابن آدم خطأ، إنه هو غلط في حياته وياك يعني، وأنت معاه هو غلط وأنت معترفة بهذا الشيء. زين، فهذا فأنت هني الثقة بالنفس تنزل غصب عنك، تحسين عمك مضايقة، ضيق فيك، لأن أنت ليش تسوي شيء، ليش تسوي شيء، ليش تخوني، ليش. فالثقة بالنفس عند المرأة استحقاقها ينزل. النقطة الثانية إنك أنت بعد تبينه، بعد ما طلقت تخلى عنك، يعني سوى اللي سواه وتخلى عنك، هذا التخلي انت مش مستوعبتنه. فمع ان حد قال لك ما اباك، استحقاقك ما تفكرين انك انت تستاهلين افضل. انا ما استاهل ان حد يقول لي انا ما اباك، انا صبرت وياك، فاستحقاقك منخفض. دام الاستحقاق منخفض انت ما بتطلعين من هاي الدائره. انت تعتقدين ان حب، احتمال يكون حب، لان ما اعرف القصه كامله من طرفك، ممكن هو على فكره يحبك، بس احنا حتى لو تزوج قلنا انه خاين، هاي المشكله، عرفتي؟ ف انت بصراحه محتاجين نسمع بعض ونشوف هو حب ولا تعلق. لان انا اشوف بنات الاصول اللي ودات اذا عندك عيال حافظي على البيت وانت تحبينه، عيل اصبري عليه. بس ليش طلقت؟ انا هالي مش فاهمتنا، ما 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 ما, ما وصلتني يعني. فالقصه ناقصه. اذا بشوفك نيلس واتشرف حبيبتي.